مشاهدينا السلام عليكم ومرحبا بكم في الحلقة الأولى من برنامج ثروتنا في بلادنا، البرنامج اللي كيقربكم بعالم الفلاحة بجماعة ولاد السدود في ضواحي مدينة زايد، من خلال زيارتي لضيعات فلاحية نموذجية وحوارات مع فلاحين وتقنيين من عين المكان. برنامج جديد على قناتكم الإلكترونية زايد سيتي يهتم بالمجال الفلاحي ويعزز المبادرات الناجحة في المجال. ثروتنا في بلادنا بشراكة مع جماعة ولاد السدود، تابعوا معنا. الأولى من برنامج ثروتنا في بلادنا الأولى من برنامجكم ثروات بلادي لكيفية طبيعة الأغنام والأبقار، وغادي نصوروا ضيعة مشبال اللي غادي يعرفنا على انواع الغنم والأثمنة ديالها والإكراهات اللي كتواجه الكسابة ومربيين المواشي بجماعة ولاد السدود.